السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه عالم ام رزان. البنات كديرين؟ بخير، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بيتزا سائله بدون دلك وبدون مجهود وحشوه لذيذه، وغادي نقدم لكم عصير الحامض منعش. صراحه يوجد في اسرع وقت وتيجي بنين. بقاو معايا شوفوا الطريقه والمقادير. البنات ما تنساوش الاشتراك وجيم والتعليقات ديالكم. بالنسبه للمقادير غادي نبداو. هنا عندنا جوج كيسان الا ربع ديال الطحين، عندنا واحد خميره الحلوه، عندنا جوج بيضات، عندنا مطيشه بصوص بيتزا، عندنا ياغورت طبيعي، عندنا نصف كاس ديال زيت الزيتون، نصف كاس ديال الحليب، عندنا موتزاريلا فرماج، عندنا ابزار، عندنا الزعتر، عندنا الملح، سنيده، خميره حبيبات، عندنا الفلفله حمراء وخضراء مشلضاهم، عندنا البصله مشلضه، عندنا الكفته، عندنا الزيتون كحل مقطع. غادي نبداو على بركة الله، غنديرو كل شيء في الخلاط الكهربائي، جميع الخلايط الا الطحين والخمارة الحلو. هنا غنديرو جوج بيضات، غادي ندير دانون ياغورت طبيعي مسوس. هنا كان عندك حليب ديري كاس الحليب، ما ديريش لا دانون حتى حاجه، ديري كاس الحليب. هنا منين غندير انا ياغورت طبيعي غادي ندير معاه نص كاس ديال الحليب. الا كنتي غديري غير الحليب ديري غير كاس الحليب صافي. غنديرو نص كاس الحليب، نص كاس ديال الزيت، معلقه صغيره الخميره حبيبات، معلقه صغيره السنيده، درت شويه ديال الزعتر بعد ما حكيتو بين يدي، يطلق الريحه. درت هنا راس ديال البزار، هذا على حساب الا بغيتو ديروه. نص معلقه ديال الملح، غندير كلشي يطحن، كما تلاحظوا تيولي الخليط بيض. من بعد غادي نخويه في سوبيره، ما تلاحظوا وغادي نزيدو الطحين شويه بشويه، وغادي نخلطو بالضراب يدوي. غنديرو الطحين وغنديرو الخميرة، تيتخلط لينا مزيان، وعاد نزيدو الطحين شوية بشوية، تنكملو هادوك جوج كيسان إلا ربع. أنا درت كاس عامر ديال العنبة وكاس لاروب، ومن بعد
غتلقى الخليط ديالي بقي خفيف، وغادي نزيد معلقة ونص كما غتلاحظوا معايا، نتوما على حساب الخليط. يعني الخليط ما خصوش يكون خفيف باش الحشوة ديالنا ما تهبطش لينا لتحت تبقى لفوق، حيت الا كانت خفيفة مع الفران منين طيب غتهبط الحشوة، خصها تكون ثقيلة وما تكونش ما تكونش ما تكونش خفيفة وما تكونش ثقيلة بزاف، حيت تكون ثقيلة شوية على الكيكة. هنا درت كاس عامر والاخر تقريبا كاس ما عامرش مزيان. هنا في اللور عبرت جوج كيسان الا ربع، من بعد غنلقى الخليط باقي خفيف وغنزيد كما تشوفوا معايا، الخليط باقي خفيف غنزيد واحد المعلقة ونص. كما تلاحظوا زدت معلقة ونص ديال الطحين. وغادي نخلط مزيان باش ما يبقى ليش الطحين مكور. كما تشوفوا راه تخلط الخليط مزيان، وغادي نجيب مول، انا اختاريت هذا مشنف، غادي ندهنو بالزبده مزيان باش الخليط باش البيتزا ديالنا ما تلصقش، وغادي نرشو بالطحين. ومن بعد غادي نخويو الخليط ديالنا في المول، وغادي ندوزو للحشوة. هنا تيبقى اختيار ديالكم، اما تسبقوا الحشوة اما تسبقوا الخليط، هذاك الشيء تيبقى اختيار ديالكم اللي يعجبكم. انا سبقت هنا الخليط وعدت الحشوة تنشحر الخضر. هنا درت مقلة على النار ودرت شوية ديال الزيت، هنا شلطت بصلة كبيرة، غنزيد شوية ديال البزار غير شوية، شوية ديال الملح حسب الذوق، وغنخليو البصلة ديالنا طيب تشحر مزيان. كما تشوفوا تسطر خالص البصله مزيان، من بعد ما تحمرت لينا البصله كما تلاحظوا، هانتوما تلاحظوا غادي نحيدها وغادي نديرها شبكه تسقطر، وغادي ندوز ندير الفلفله. انا هنا درت الفلفله الحمراء والخضراء، نتوما داكشي اللي واجد عندكم، اللي كانت على الخضراء بوحدها ديروها، كانت الحمراء زيدوها معها. تندير هنا شويه البزار، شويه ديال الملح، وتنخليو الفلفله حتى هي تشحر مزيان.
كما تتشوفوا هي تشحرات مزيان. غادي نحيدها على العافيه، نديرها حتى هي مع البصله تقدر من الزيت. غادي ندوز كفته، هنا درت شويه الكمون، درت شويه قريصه البزار ودرت مليحه وخليتها طيب الكفته وتشحر مزيان. كما تلاحظوا هي تشحرات لينا مزيان، غادي نحيدوها حتى هي ونديروها تقطر من الزيت. كما تلاحظوا من بعد ما تقطروا لنا من الزيت درتهم في هذه السبيره وخلطتهم مزيان، وغادي نزيد صوص بيتزا. هنا كان عندكم حق ديال المطيشه ديروه، كان عندكم صوص بيتزا ديروه. انا هنا درت صوص بيتزا حيت تتكون بنينه ومعطره شويه، فيها الزعتر فيها هذا تتكون بنينه. هنا تقريبا درت جوج معالق ديال صوص بيتزا وزدت الزيتون كحل، هذا تيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم للتزيين. وتتخلطي الخليط ديالك مزيان، باش يتخلط الخليط كامل مع داك صوص بيتزا والزيتون. ومن بعد تنفرقوه على البيتزا غير بشويه، نفرقوا على البيتزا كاملة. هنا راه شعلت الفران درتو يسخن، حتى يسخن وتنقص عليه وخشيت البيتزا ديالنا باش طيب على خاطره. تنعمروا الوجه ديال البيتزا ديالنا مزيان كامل، تنغطيوها هنا. غندخلوها الفران ديالنا طيب وندوزو من بعد. من بعد ما طابت خرجتها ودرت ليها موتزاريلا حكيتو ودرتو ليها من الفوق، عيد دخلتها داب الموتزاريلا وخرجتها. هنا عندكم فرماج حمار كاين اي حاجه. الصراحة هنا بقات عندي موتزاريلا درتها، وندخلها الفران يدوب هداك الفرماج ونخرجها. هنا غندوزو العصير الليمون، غندوزو المقادير اللي غيخص. صراحه يجي زوين هذا العصير وصحي. هنا جوج حامضات عديت حكيتهم، حكيت لهم القشره ديالهم كما تلاحظوا، غير القشره الفوقانيه ما نوصلش للقشره البيضاء. نحتاجوا الحليب ونحتاجوا سنيده. من بعد ما
نقيت الحامض، نقيته مزيان وحيت لي داك القشرة البيضة، نقيته مزيان حيت تطلق المرورة هذيك. هنا غادي نبدا نقطعو ونحيد العظومة باش ما يطحنوش ويطلقوا لي المرورة في العصير. غادي ندوز طرف بطرف من ما بالك العظم تتحيديه، تتنساليو الكمية ديالنا. تنحاولو نردو البال العظم ضروري ما يدوش باش ما يطحنش مع العصير، باش ما يطحنش وما يطلقش المرورة، يجي العصير الحامض بنين وزوين، ما يجيكش هذاك المرورة ديال العظومة. بعد ما نقيت الحامض كامل وحيدت ليه العظومة، هنا غادي ندوز نطحنو. هنا غندير غير القشور ديال الحامض وغادي نطحنهم مزيان. غندير معاهم كاس ديال الماء هنا، غندوز نصفي الحامض من بعد ما صفيتو. غادي ندير سنيدة، كلشي تيبقى اختيار على حسب الذوق، قياس ديال السكر اللي بغيتو. انا صراحة تنبغي حلو شوية، تنطحن وتنذوق، الا خصني السكر تنزيد. تندير شي 4 ديال كاس ديال الحليب، ونعاود نطحن. هنا راه باقي غادي نزيد الماء، كما تتشوفوا هو وجد كاس العصير، يطلع العصير ديالنا. كما تتشوفوا البيتزا ديالنا خرجناها من الفران، كما تلاحظوا هي والعصير. الى بغيتو تجربوها العشاء، تيكون عشاء خفيف وزوين الصراحة، جات رائعة، جات فنة وزوينة. نتمنى تجربوها، زوينة العشاء وهذا، ونتمنى تعجبكم. صراحة العجينة ديالها تجي خفيفة، شي حاجة بدلة على البيتزا على المعتاد. تلاحظوا معايا هانتوما تشوفوا عجينة تجي خفيفة دغيا، تتقطع تدوب في الفم،
نتمنى تعجبكم وتجربوها. وشكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.